اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. يلا نعمل مع بعض النهارده 3 لتر من الصابون السائل، مش هيكلفونا 4 جنيه، زي ما حضراتكم سمعتوا كده بالظبط. مش هنستخدم صودا كاويه، ولا هنستخدم زيت، ولا هنستخدم المكونات اللي ما بتقدروش توفروها. كمان مش هنعمل بشر صابون غسيل علشان الناس اللي ما عندهاش اصلا صابون غسيل. طيب هنعمله ازاي؟ هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، واكد لك انك هتقومي تعمليه دلوقتي حالا في 5 دقائق بالظبط هيكون جاهز معانا. الصابون ده ينفع لغسيل الملابس، وهقول لحضراتكم هنعمل ايه، وكمان حلو قوي قوي في غسيل المواعين وكل اغراض النظافه اللي تتخيلوها. لو اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه. قبل ما ابدا الفيديو باكد على حضراتكم، الصابون ده مش تجاري، بمعنى ان حضرتك ما ينفعش تعملي وتبيعي، ده لاستخدامك انت الشخصي علشان نوفر على قد ما نقدر، وكمان نحصل على صابون جودته تكون عاليه. انا محتاجه من حضرتك قطع صغيره جدا جدا من بواقي صابون البشره اللي هي بتفيد، وحضرتك تاخديها بتروحي رمياها. يعني قطعه قد ايه كده؟ ممكن نقول مسافه صباع بالظبط، مش اكتر من صباع. الصابونه دي اسمها صابون الدش، انا بجيبها ب 5 جنيه، وفي بعض المحلات بتبيعها ب 6 جنيه. انا بقى مش عايزاها كلها، انا عايزه كمان اقل من نصها. ده يعني بالاشاره لبواقي صابون البشره اللي بتكون الحته الصغننه دي وحضرتك بتاخديها ترميها، عايزه اقل حته بس. طبعا عشان في ناس بتقرف من بواقي صابون البشره، فانا جبت واحده جديده. هبدا ان انا ابشرها على انعم حاجه خالص في المبشره. كلنا عارفين ان صابون البشره من الحاجات اللي بتنظف معانا حلو قوي، سواء المواعين او الملابس، ولكن بيكون في عيبين اتنين. اول حاجه ان هو لما بنعمله يعني بنفكه بالميه ونركنه شويه، بنبص نلاقيه بدا يتجمد معانا ويكتل ويبقى ممخض كده. وتاني عيب ان احيانا ريحته بتكون فجه قوي، فبتبان في المواعين، وطبعا دي حاجه مش مفضله. فاحنا النهارده ان شاء الله هنعالج الموضوع ده. طيب انا بشرت القطع الصغيره جدا اللي معايا، على فكره هي بيكون وزنها 60 جرام الصابونه كلها، فالقطعه اللي انا اخدتها دي حوالي 20 جرام مثلا، وبشرتها على انعم حاجه في المبشره، ونزلت بلتر كامل من الميه السخنه علشان يسهل معايا ان الصابون يدوب. طبعا مفيش يعني دقيقتين وهتبصوا تلاقوا الصابون باش معانا تماما. لتر الميه السخنه هنزل بيه بالتدريج وانا بقلب لحد ما اتاكد ان الصابون ما بقاش ليه اي اثر خالص. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، قطعه الصابون الصغيره دي ولا محتاجه بقى خلاط ولا هاند بلندر ولا انك تاخديها على النار ولا كل الكلام ده. ده هو السباتيولا او المضرب اليدوي، وهتبص تلاقيها دابت معانا خالص. بصوا اهي خلاص ما بقاش فيه اي اثر للصابونه. عايز اقول لكم ان انا استعملت القطع الصغيره دي ليه؟ لان لو استعملت اكتر من كده مع كميه الميه اللي انا مستخدماها، هتبصوا تلاقوا الصابون رجع جمد وكتل، و يعني هتبقى تجربه مش ناجحه معانا. طيب تاني مكون معايا ده اختياري، ولكن الحقيقه انا بحبه جدا جدا، وهو البريكس. البريكس ده يا جماعه هو بديل الجنرال، ولكن علشان كلنا عاملين مقاطعه، علشان الناس اللي بتزايد عليا وبتقول لي ان حضرتك مش عامله مقاطعه وبتستخدمي كل منتجات المقاطعه، بجد ربنا يسامحكم، وهنتكلم في الموضوع ده بس مش دلوقتي يعني. فالبريكس ده حلو قوي، متوفر في كل السوبر ماركتات دلوقتي. الكيس ده فيه اعتقد 400 جرام. طيب انا دلوقتي نزلت بـ2 معلقتين، بحيث ان انا اقدر انضف بيه الارضيات، واقدر انضف بيه المواعين، واقدر انضف بيه الاحواض والبوتاجازات والتواليت وكل حاجه. انا دلوقتي نزلت بلتر ونص تاني من الميه العاديه بقى، مش محتاجه ميه سخنه خلاص ولا حاجه، لان الصابون داب معايا بشكل كامل. ده لتر ونص من الميه العاديه بتاعه الحنفيه. هبدا بقى اقلب المكونات بتاعتي كلها على بعضها، اللي هي ايه؟ قطعه الصابونه الصغيره اللي انا مستخدماها بتاعه البشره، وكان عليها لتر كامل من الميه، وكمان كان معايا 2 معلقة كبار من اي منظف متعدد الاستخدام. تقدري بقى تستخدمي ايه؟ 2 معلقة من الاسيتون، وقد ايه هو بينظف معانا حلو قوي. تقدري تستخدمي 2 معلقة من معجون الاسنان، تقدري تستخدمي 2 معلقة من المسحوق البودر. فهو المنظف ده مش اساسي معانا، ليه بدايل كتير، ولكن بنعلي من جوده الصابون. معايا بقى مج كبير كده من اي نوع صابون سائل متوفر عند حضرتك، النوع ده سواء غالي او رخيص مش هتفرق كتير، ولكن طبعا الصابون لو كان نوع كويس اكيد طبعا هيديني نتيجه كويسه، رغوه كويسه ونظافه كويسه. فانا كل اللي احتاجته مج كبير من الصابون السائل. حابه تحطي اكتر من كده تمام، حابه تحطي كيلو كامل برده مفيش اي مشكله خالص. معايا بقى 2 معلقة من ملح الطعام. ليه؟ ملح الطعام هو اللي هيديني اللزوجه والشفافيه للصابون، وكمان متفقين ان ملح الطعام حلو قوي في ازاله البقع اللي بتكون موجوده في الملابس، وكمان بيديني طهاره كده للصابون. حابه تحطي 2 معلقة من الخل، خل الطعام، برده مفيش اي مشكله. يعني بصي انت بتعملي صابون ينظف، وفي نفس الوقت بتحاولي ان انت توفري. انا ما استخدمتش اكتر من الحاجات اللي حضراتكم شفتوها دي.
مرن الصابون السائل، معلقتين كبار منظف متعدد الاستخدامات، ومعلقتين كبار من ملح الطعام، ولتر ونص من المية الباردة، ولتر من المية السخنة. يعني اعتقد حاجات متوفرة في كل بيت، ما استخدمتش اي حاجة صعب ان حضراتكم توفروها. طيب لو انا بقى عايزة استخدم الصابون ده لغسيل الملابس، هل هيبقى فعال؟ عشان نكون صراحة مع بعض، هنحط كده مع الغسيل الملون مقدار معيار من كلوريكس الالوان، او البديل بتاعه زي مثلا كلوريل، وبريكس كمان عامل كلوريكس الوان. ولو هنغسل غسيل ابيض هنحط معيار من الكلور العادي اللي هو بيتباع في محلات المنظفات، حتى مش لازم حاجة غالية يعني. وكمان بقى هنضاعف الكمية، يعني بدل ما نحط معيار واحد هنحط معيارين. ليه؟ الصابون ده مش قوي قوي، ان مع كمية المية اللي الغسالة بتضخها واللي هي اقل حاجة مثلا بتكون 10-15 لتر، فعشان نكون واقعيين اكيد مش هيديني رغوة مثلا كويسة، او مش هيديني نتيجة كويسة. فما تقلقيش خالص، حتى لو غسلتك اوتوماتيك حطي المعيارين، ولكن حطي شوية ملح على الغسيل نفسه. ليه؟ علشان كلنا عارفين ان الملح بيكتم الرغوة. بصوا انا بقى قلبت كويس جدا، وكل اللي عملته ان انا حطيت لون مايكا كده عشان بس يديني لون حلو للصابون. طبعا موضوع الالوان ده اختياري خالص، مفيش مشكله ان انت ما تستخدمهاش. طيب بصوا انا حركينه لحد تاني يوم علشان خاطر انا مكنتش هنا لسه حطيت الالوان المايكا، هحطها دلوقتي علشان خاطر تلون بقى الصابون وتديني شكل كويس. الوان المايكا يا جماعه سالتوني عليها، بجيبها من محلات الزواوي في باب الشعريه، هي مخصصة للصابون السائل وكمان للصابون الصلب، بحيث ان هي ما بتتغيرش بعد ما بتتحط، بتديني التظيفة واللون البرونزي واللمعة اللي حضراتكم بتشوفوها في الصابون. مش غالية قوي ومش رخيصة، يعني انا بجيب ال 50 جرام تقريبا ب 40 جنيه، تقريبا اعتقد ده كان سعرهم يعني، ما جبتش بقالي فترة. حركينه بقى لحد تاني يوم لحد ما الالوان بقى تتفاعل كده، وكمان المكونات تتفاعل كويس مع بعضها. ده بقى كان شكل الصابون معايا تاني يوم. طبعا انا مفيش اي مشكله ان استخدمه في نفس الوقت، يعني حضرتك اول ما تخلصيه على طول تقدري تستخدميه، ولكن انا قلت لكم بس انا سبته علشان اللون بتاعه يبقى باين، وكمان يبرد علشان اللزوجه بتاعته تبان. طول ما الميه اللي انا مستخدماها سخنه هيخليكي شايفه الصابون عامل زي الميه. معلقتين الملح يا جماعه انا نزلت بيهم بالتدريج، علشان الملح لو كتر بيفصل الرغوة، فأنا حابة إن أنا أحصل على لزوجة فنزلت بمعلقتين الملح بالتدريج. الملح وبيكربونات الصوديوم هما بيتقلوا الصابون وكمان بيدوني لزوجة. بدأت إن أنا أحطه بقى في الأزايز، وده مفيش منه أي خطورة خالص، مفيهوش بقى صودا كاوية لازم أستنى شوية عليه ولا الكلام ده كله. الكمية عملت لي قد إيه؟ عملت لي حوالي 3 لتر من الصابون. الليفة ما كانش فيها أي صابون خالص أهو، هنحط يعني شوية مية كده، وهنحط مثلا بتاع معلقتين ثلاثة كده من الصابون. طيب انتوا دلوقتي هتشوفوا رغوة وهتقولوا ده غلط على الغسالة. يا جماعة الرغوة اللي حضراتكم شايفينها دي علشان انا حاطة حوالي كوباية مية، لكن زي ما قلت لحضراتكم الغسالة بتضخ كمية مية كبيرة. جربوا الصابون دلوقتي حالا وسألوني عن اي حاجة، وبحبكم في الله يا اجمل متابعين.